السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم في هذا الشحن الجديد مشروحاتنا على قناتكم، قناة المتخصص أندرويد أو التي كان اسمها تكنيك بوك. طيب، كنا قد شرحنا سابقا كيف تقوم بفتح حساب بايونير، حساب أمريكي بايونير. كنا قد شرحنا كيف تقوم بفتح حساب على بايونير، سوف نترك لكم الرابط هنا، رابط بايونير. طريقة سهلة وعملية، وهي حساب لمن لا يعرفه، حساب أمريكي بايونير، حساب أمريكي يعمل بثلاث عملات: الدولار والأورو والباوند أو الجنيه الاسترليني. طيب، بمعنى هو بنك بريطاني أمريكي، هو بنك يعمل لديه ثلاث فروع في بريطانيا، في أمريكا، في الولايات المتحدة الأمريكية وفي ألمانيا. كنا قد شرحنا كل هذا الشيء في الفيديو السابق، هذا الفيديو الذي تشاهدونه أسفل في الصورة، وكيف أسجل في بنك بايونير وفقا للتحديث الجديد في طريقة التسجيل. طيب، قمنا بالتسجيل بنجاح، فتحنا حساب جديد بثلاث عمولات. طيب، في الدرس السابق أيضا قدمنا لكم، عرضنا عليكم حساب أتنس بريطاني. اليوم سوف نقوم بشرح كيف نقوم بربط بنك بايونير بعملة الجنيه الاسترليني أو الباوند بأتنس بريطاني. سوف نتابع هذا خطوة بخطوة في هذا الفيديو. لماذا وضعنا هذا الفيديو خصيصا؟ لأننا بكل صراحة لم نجد شروحات كثيرة تشرح كيف تقوم بربط حساب بايونير بحساب أدسنس أمريكي بالطريقة الصحيحة، أو بريطاني أو ألماني بالطريقة الصحيحة التي لا يغلق فيها حسابك أدسنس. طيب، حسابك أدسنس ألماني أو بريطاني أو إنجليزي، هذه هي الطريقة سوف نقوم بشرحها في هذا الفيديو. طيب، ندخل إلى محرك بحث جوجل، نكتب بايونير، ثم يظهر لنا هذا هو الموقع الرسمي لحساب بايونير. ندخل في حساب بايونير، طيب نأتي أولا إلى VPN، كنا قد شرحنا هذا VPN سابقا. نقوم بتفعيل VPN في الولاية، في دولة، لاحظوا أتى الإشعار في دولة، يعني نقوم بتفعيل VPN في دولة بريطانيا. لم يتبقى هذا VPN بريميوم، يعني تبقى لنا فقط 11 يوم وينتهي هذا VPN المدفوع. أنا أعمل على VPN مدفوع، يعني good IP. طيب، لا يهم، نرجع إلى محرك بحث جوجل، نكتب بايونير، ندخل إلى موقع بايونير. اكتب فقط بايونير، يظهر لك هذا هو الموقع الرسمي.
نقوم بالدخول إليه مباشرة، يظهر بهذا الشكل. طيب هذا هو الموقع بايونر. بعد أن قمنا بتشغيل الـ VPN ظهر لنا الموقع بطبيعة الحال. هنا تختار اللغة، أي لغة تختار، اختار اللغة التي تناسبك. من النقر على الريجستري تقوم بفتح حساب جديد من هنا، انقر على سينك إن. سينك إن يأخذك إلى واجهة جديدة لفتح الحساب. لفتح الحساب نحن كنا قد فتحنا حساب، أنشأنا حساب سابقا. هنا تضع الإيميل أو اليوزر نيم، هنا تضع الإيميل اليوزر نيم، وهنا تضع الباسورد. هنا الإيميل أو اليوزر نيم، وهنا الباسورد. سوف نقوم بإدخال اليوزر نيم والباسورد ونعود إليكم لمواصلة الشرح. طيب بعد أن قمنا بإدخال الإيميل والباسورد نقوم بالنقر على سينك إن للدخول في الحساب البنكي الخاص ببايونير. سوف نقوم بشرح قليلا على هذا البنك للتذكير فقط، ننتظر دخول الحساب لنشرح لكم بعض الأمور لتفهم أكثر ماذا كنت أقصد في السابق بأن هذا البنك يحتوي على ثلاثة عملات، يعمل بثلاث عملات. طيب كما تشاهدون هنا، لاحظ ظهرت أرصدة بالUSD بالUSD، ظهر رصيد بالأورو، وظهر رصيد بالGBP أو بالجنيه الاسترليني. نحن كنا سابقا قلنا أن هذا البنك، هنالك بنك في الولايات المتحدة الأمريكية، وبنك في بريطانيا، وبنك في ألمانيا. لهذا يجب أن تمتلك ألسنس إما أمريكي وإما بريطاني وإما أن يكون أمريكي، ألسنس أمريكي. الألسنس الأمريكي يرتبط بهذا الكونت أو هذا الحساب. البنك الألماني يرتبط بعملة الأورو بهذا الحساب، والبنك البريطاني يرتبط بهذا الحساب بحساب العملة بالجنيه الاسترليني. طيب نأتي إلى الإعدادات. هنا انقر على كلمة حسابات بنكية، انقر على كلمة حسابات بنكية. طيب يظهر لك الحسابات البنكية التي تريد إنشاؤها أو تريد أن تعمل عليها، وهي ثلاثة حسابات بنكية، كل حساب برقم الحساب البنكي الخاص به، وهو حساب شخصي بطبيعة الحال. طيب هذا يعني الحساب البنكي الذي قمت بإضافته سابقا هو هذا البنك. طيب أو تذهب إلى هنا في استلام، طرق استلام الأموال، تنقر على Global Payment Service، تنقر على Global Payment Service. هنا لما اخترنا إعدادات من إعدادات حسابات بنكية، هي البنك وهي البنوك المرتبطة بهذا البنك التي يمكنك أن ترسل إليها الحسابات، التي يمكنك أن ترسل إليها حسابات. أما لما تأتي إلى استلام ثم تختار Global Payment Service، هنا تظهر لك هذه الحسابات. الحساب الأول هو يتاح لك بالUSD أو بالعملة الأمريكية الدولار. يمكنك ربط حساب أدسنس أمريكي بهذا الحساب. هنا حساب بالعملة الجنيه الاسترليني، وهنا حساب بعملة الأورو. ندخل أولا ندخل إلى
هذه الحسابات، هذه الحسابين سوف نحتاج إليهم في هذا الشرح، وربما سوف نشرح مستقبلا إن تحصلنا على حسابات بنك، حسابات أتسنس أمريكي أو ألماني. اليوم سوف نقوم بالشرح على حساب أتسنس بريطاني، لأننا نملك حساب أتسنس بريطاني، وكيف سوف نقوم بربط حساب أتسنس بريطاني ببايونير. نقوم بالنقل على هذا الحساب، تظهر لك مجموعة من المعلومات هنا الخاصة بالحساب. هنا يظهر لك اسم البنك، هناك رمز الترتيب، رقم الحساب، واسم المستفيد وهو اسمي الشخصي. وهنالك يعني يعطيك ملاحظة هنا كيف تستقبل بالجنيه، البنوك البريطانية المحلية بالجنيه الاسترليني وهي مقبولة. طيب سوف نذهب إلى حسابنا أتسنس ونقوم بفتحه، حساب أتسنس البريطاني نقوم بفتحه، نقوم بفتح حساب جوجل أتسنس الخاص بنا لنريكم طريقة كيف نقوم بربط حساب بنكي وهو حساب بنك حساب آ بنك بايونير الأمريكي بأتسنس أمريكي. أي هذه الطريقة صالحة لكل حسابات أتسنس لكل البنوك. مثلا حساب أتسنس جزائري كيف تربطه ببنك جزائري؟ بنفس الطريقة تقريبا، بنفس الطريقة ونفس الخطوات، تذهب إلى البنك تطلب له منه هذه المعلومات. إن كان البنك لديه قاعدة على أو موقع إلكتروني حديث لا بأس، أيضا لا بأس. طيب من أتسنس، من حساب الأتسنس نأتي إلى البايمو، إلى البايمو هنا تنقر على بايمو أو مدفوعات، ثم بعد سوف يتم تحميل لك صفحة مثل هذه. نأتي إلى how you get paid أو وسيلة أو طرق الدفع، تنقر على manager payment method، manager payment method. هذا الحساب تم سحب منه سابقا على بايونير، سوف نقوم بإضافة بنك ثاني بايونير. انقر هنا add payment method، add payment method، تنقر هنا add payment method. لما تنقر على add payment method تظهر لك add payment method add bank account. طيب هنا 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 بالذات لست أدري إن كانت تظهر الكلمات أم لا. طيب add a payment method add a bank account، هنا ماذا يقول لك؟ هنا يقول يطلب منك اسم البنك الخاص بك، name on bank account، اسم البنك، وهنا يطلب منك bank sort code، الرقم البنكي، الرقم البنكي. نذهب إلى البنك الخاص بنا، اسم البنك لا تخترق عليكم أمور، نخرج من هنا، نكتب هنا، نختار اللغة الإنجليزية، نتحول إلى اللغة الإنجليزية، من العربية إلى اللغة الإنجليزية. كما قلت باللغة الإنجليزية كيف تأتي إلى receive أو استلام، ثم تختار global payment service، من global payment service يظهر لك عملاء، ثلاث أنواع من العملات، نختار بريطانيا جي بي بي ريسيف أكاونت من هنا. طيب هنا نيم أون بانك أكاونت، تذهب إلى هنا نيم بانك، هنا نيم بانك تعمل له كوبي وهو باركليز ولا كيفاش، تأخذ هذا الاسم، تأخذ من له كوبي وتضعه هنا بيست، ثم
بنك سورت كود، بنك سورت كود، تذهب، هذا هو السورت كود، هذا هو السورت كود، تعمل له كوبي، تعمل له كوبي، تضعه هنا، ثم بنك بويلد سيكوريتي اكونت نمبر، بنك بويلدينج سيكوريتي اكونت نمبر، ترجع الى هنا وتاخذ اكونت نمبر، تعمل له كوبي اكونت نمبر، تعمل له كوبي وتضعه هنا هكذا بهذه الطريقه، ثم تنقر على set as primary payment method، اي تختار هذا الحساب لكي يدفع له على اساس انه حساب اولي. لماذا؟ لاننا اضفنا حساب سابق تجعله طريقه الدفع فيه اوليه، اول ما يدفع يدفع الى هذا الحساب، ثم تنقر على سيف، ثم تنقر على سيف، يأتي لك هذا الشرح، verify your bank account، جوجل will deposit less than، سوف يتم إرسال واحد جوجل سوف تقوم بإرسال 1 جنيه استرليني إلى البنك with the next 3 to 2 business day، خلال حوالي 3 أيام يتم نزعها، سوف ترسل 1 جنيه استرليني حتى تتأكد من أن البنك هو بنك حقيقي يستلم الأموال من دون مشاكل. جوجل on payment method page need enter the exact amount the deposit. Go it. نقر على go it. لاحظ أن هذا هو البنك القديم، هذا هو البنك الجديد. verification pending كما تشاهدون، سوف يتم إرسال 1 جنيه استرليني. نخرج من هنا ثم نذهب إلى هوم هنا لأنه ننتظر هل سوف تأتي لنا رسالة أم لا. طيب check out your new payment thanks a quick tour، يعني رسالة شكر، تنقر هنا. طيب نذهب إلى الحساب، لاحظوا هذه آخر معاملة، ننقر على المعاملات، في آخر مرة كنا قد دفعنا، لاحظوا وصلت هذه الرسالة من جوجل، دفعوا لنا 0.55 جنيه استرليني، دفعوا لنا 0.55 جنيه استرليني. طيب كما تشاهدون هذا هو الإيميل الذي وصل إلينا من أدسنس من بايونير بخصوص دفعة لربط بايونير مع أدسنس. ندخل في الإيميل، يقول لنا السيد كذا كذا، رقم الدفعة المرسل من جوجل، مبلغ 0.55 جنيه استرليني، معرف العميل، شكرا لك فريق بايونير. يعني جوجل تم إرسال، جوجل أدسنس قامت بإرسال لنا 0.55 جنيه استرليني للتأكد من أن الحساب هو حساب شخصي. يعني للأسف الشديد لما ندخل إلى حسابنا على حساب أدسنس البريطاني وجدناه أنه قد تم غلقه بسبب الزيارات الوهمية. هذا الحساب قمنا بشرائه من
من أحد من شخص جزائري يعني، هو على كل حال صارحنا بكل ما فيه ونحن أصرينا على شرائه، ولكن للأسف تم غلقه بسبب الزيارات الغير شرعية أو انفاليد ترافيك. سوف ندخل إلى حسابنا أدسنس. لا مشكلة، سوف نقوم بإكمال الدرس عن طريق نشرح لكم عن طريق صور. سوف نحاول أن نحصل على صور فقط لنريكم فقط العملية كيف تتم ربط حساب بايونير مع أدسنس بريطاني أو ألماني أو إنجليزي. ندخل إلى حسابنا أدسنس. كما تشاهدون account disabled، account disabled. If your account was disabled for invalid click traffic and invalid click activity بسبب يعني زيارات الوهمية، كنا نأمل أن نشرح لكم ولكن للأسف تم غلق حساب أدسنس. لا مشكلة، سوف نواصل الشرح لكن عن طريق صور. سوف نجلب لكم صور ونشرح فقط العملية، هي نفس العملية فقط، يبقى كيف تقوم بإدخال هذه القيمة، يعني هذه القيمة تقوم بإدخالها في أدسنس ليتم إثبات بأن هذا الحساب هو ملكك فقط. نواصل شرح الربط بالصور، نواصل الشرح. طيب ننقر على بايمو من جوجل أدسنس، ننقر على بايمو لإثبات. من هنا نقوم بإدخال القيمة وتظهر هنا القيمة، ثم ننقر على فيريفي بعد أن نقوم بإدخال القيمة وهي 0.55 مثل هنا، ننقر على كلمة فيريفي ثم تظهر لنا هذه النافذة، ننقر على جو جوت إت تظهر لنا هذا هو الدرس، هذا هو الحساب يتم اختيار بريمياري لجعله مفضل في عملية السحب. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الشرح، انتظرونا في الشروحات القادمة، لا تنسوا بالنقر والسبسكرايب، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.